بنت شيري إطاي ونوصاي إنسوف ون مرنتي هو إيرو فوبوس انتف أري هيرون خنباي إهوس وفاي نمنيو تيرون تيبن ون خنهيرين نفين إن جبيبون تكراتوري بشوي سبن نو تي Roți vexa, mon Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, mon Seigneur Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Nous te rendons grâce de toutes circonstances, pour toutes circonstances et en toutes circonstances, parce que tu nous as prodigués de préserver, reçus avec bonté, traités avec miséricorde, fortifiés et fait parvenir jusqu'à cette. Chiedete al Signore che abbia pietà e misericordia per noi. Ci esaudisca, ci aiuti, accolga le suppliche e le intercessioni dei suoi santi, innalzate incessantemente il nostro favore e che ci conservi la vita e l'esistenza del nostro Santo Papa e Patriarca Ambatawadros II e dei suoi consoci nel servizio apostolico, il nostro beato Padre Vescovo Ambantonio e dei nostri Vescovi Padri qui riuniti con noi oggi e che ci perdoni i nostri peccati. Ciò ti supplichiamo che diamo a te, o amico del genere umano, di che trascorrere questo santo giorno tutti i giorni della nostra vita nella pace e nel timore di te. Ti supplichiamo di allontanare un'invidia, un'intentazione pra diabolica tra mal di malvagi, la presenza dei nemici visibili ed invisibili. وعن سر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى الخرب وعلى كل قوة العادل بالنعمة ورفعة محبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين احنا النهارده مليانين بالفرح في الايام المقدسه دي ايام الخمسين وفرحتنا زادت واحتفلنا بالمناسبه العظيمه دي بالنسبه لينا سبب فخر وفرحه ان سيدنا وبابانا
رعينا صاحب القداسة والغبطة، البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبدريارك القيادة المرقسية هنا معانا مع شباب برشية ميلانو اللي بيحبوه. فبنقول لقداستك أهلا في وسط ولادك اللي من بلاد ميلانو. ميلانو بلد القديس أمبروسيوس وبلد تاريخ وسياسة وثقافة وفن، من أحلى البلاد اللي في العالم. قداستك يا سيدنا علمتنا حاجات كتير، علمتنا إزاي نحب كنيستنا وإزاي نكون فخورين إن إحنا أولاد مريم مرقص، ولاد كنيسة جدورها الرهبنة والبرية والإسقيط، وكنيسة اتروت من دم شهداها الشجعان. علمتنا كمان يا سيدنا مش بس نكون فخورين بهويتنا القبطية، لكن إزاي كمان نحب بلادنا ونحب أرضنا وطننا، أم الحضارة والتاريخ والفخر، أمنا بلادنا مصر. ودايما يا سيدنا كمان قداستك بتشجعنا، واهم ايه دايما ترددها وعشان كده احنا كمان ولادك بنحب نرددها معاك، لا كاريتا نون افرا ماي فينا، المحبه لا تسكت ابدا. قداستك يا سيدنا فرحتنا كتير، وفرحتنا لانك فاكرنا، فرحتنا لاننا كشباب على طول في بالك وبتفكر فينا، وفرحتنا لأن قداستك جيت وباركتنا وباركت اجتماعنا ده. احنا عشان كده يا سيدنا عايزين مع بعض نقول لك الشعار ده. أكسيوس يا خليفة مريم مرقص، فرحتنا وباركتنا بإشارة بإستغروس، عشت يا بابا الشعب إيسوس. عشان كده بنشكر قداستك كتير، وبنشكر كمان الاباء الاجلاء اللي حضروا معانا الليله المباركه دي، من اساقفه نيافه الانبا لوكا، ونيافه الانبا لوليوس، وكمان من اباء كهنه واباء رهبان. وبنشكر كمان أسقفنا حبيبنا نيافة الأنبا أنطونيو اللي من محبته لأولاده جمعنا حوالين قداستك. ودلوقتي هنسمع الشعار بتاع الليلة. Thank you.
إبارشية ميلانو. قداسة البابا تودروس الثاني. نيافة الأنبا أنطونيو. فرحتنا بالشباب فرحة كبيرة قوي قوي قوي. أنت بتقول لحن في كنيستك وأنا بقوله في كنيستي، وأنت بتقوله بلغة وأنا بقوله بلغة، لكن الروح التي تجمعنا والبيت الذي يجمعنا هو كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. أنتوا كشباب وشابات أغلى شيء عندنا على أرض مصر، وأغلى قيمة موجودة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنها كنيسة شبابية. الأطفال دول flowers of life، زهور الحياة. إحنا بنفتخر بيكم إنكم بتبينوا وبتظهروا قوة وعظمة الكنيسة القبطية في المجتمعات اللي انتوا عايشين فيها. بيتنا الكبير اللي على أرض مصر، والبيت الكبير اللي بنسميه كنيسة الأسكندرية، ودي الكنيسة اللي بتجمعنا كلنا. وأدعوكم جميعا إلى زيارة مصر وزيارة كل تراثها الغني لكي ما نفرح ونمجد المسيح إلهنا. شباب ميلانو شباب جميل، وأنا تعرفت على شباب ميلانو وكتير منهم شباب وشابات لما جم يزورونا في مصر في مؤتمرات الشباب الدولية، وأيضا اتعرفت عليهم في فيينا ومن خلال خدمة نيافة أنبا أنطونيو والأباء الكهنة أو الأباء الرهبان. عارف إنهم شعب جميل شباب جميل ومحب للكنيسة وعايش جوه الكنيسة، وده الحقيقة لمسه من أيام أول مرة زرت هنا في ميلانو مع المتنيح أنبا كيرولوس مطران ميلانو، ودي صورة واضحة وبحس كده أنهم عائلة واحدة كبيرة محبين للكنيسة عايشين في علاقة طيبة مع المسيح، وهم صورة المسيح في المجتمع اللي هم عايشين فيه ونور وسط العالم اللي هم بيدرسوا أو بيشتغلوا أو بيخدموا فيه. أنا سعيد خالص إن أنا أتقابل ويا شباب ميلانو. يلتقي قداسته بشباب إبراشية ميلانو في مايو 2023. الكنيسة فرحانة بكل شبابها وشاباتها من كل حتة، لأن الشباب هم الحلقة الذهبية في حياة الكنيسة وحياة الأوطان. المحبة لا تسقط أبداً. أنا قلبي فرحاً وأنا بدخل جوا كنيستي، وتريني في حضن أبونا واضحك مع أصحابي، واسمع عن تاريخ القبطي دعاء حفظه على عقيدتي. من ماري مرقص للبابا أنبا تواضوس ديو بابا مي ريكوردا سمبري وانا بدخل جوا كنيستي اللي اساسها المحبة love never fails. البابا تواطرس قالها زمان نعيش بالحب في كل مكان ونزرعه طول الايام في كل الاجيال. شكرا يا بابانا حبك دايما مجمعنا وكل انتماما سيدنا وشبابنا اخترت لينا بطريو وبحرين على أولاده دايما سهران على شعبه في ميلانو. تطي طيفيني صار فليتشي دي بادر دي انسيني دي شامو della
بشكرك وبشكر قداسة البابا وبنقول له إحنا أولادك وإحنا شعبك وإحنا بننتمي لكنيسة عريقة قديمة وكلنا مخلصين مش بس للكنيسة ولكن لقيادتها. شكرا لقداسة البابا على حضورك يا صاحبي. أجمل صفة فيك يا سيدنا الأبوة، وقت الصعوبات بتشجعنا وتحتوينا، قدرين تعبك لينا وبنصلي لك يا رعينا يا رب قوي البابا واحفظه لينا. فيت النار بناء الحب وبنت وعليك وكلامك إن الزمن يوم حاب التعليم. بخليفة مريم ورقوس وفخورين ببابانا الأنبا تدرس. كنيستنا كنيسة الشهداء، أطفال وشباب في كل زمان، أبطال ماتوا بيدفعوا عن الإيمان. شكرا يا بابانا، حبك دايما بيجمعنا وكل اهتمامنا على كنيستنا وشبابنا. اختار بينا نبطل يوم بابا حنين على اولاده، دايما سهران على شعبه في ميلانو. بطيتو يفيني صارو فليتشي دي بادرتي انسيني تشامو من بيروتو عميلانو. ده بابانا حكيم والوديع وصريح، قائد مدبر ومفكر، صانع سلام صانع محبة. كنيستي محافظ عليها يسلمها زي ما استلمها. أصل كنيستي هي بيتي، هي أمي، هي سر فرح حياتي. كنيستي هي بيتي، هي أمي، هي سر فرح حياتي. شباب ميلانو، شباب جميل. شكرا يا بابانا، حبك دايما بيجمعنا وكل اهتمامنا على كنيستنا وشبابنا. اختار بطيتو يفيني صارو فليتشي دي بادرتي انسيمي ديشامو من بنوتو عميلانو. ديو بنديكا البابا بروتيكا عمب انطونيو وسطو دي سكاي بريتي مونتشي. شكرا يا بابانا، في حبك دايما مجمعنا وكل اهتمامك على كنيستنا وشبابنا. اخترت لينا بانطونيو ابا حنين على اولاده، دايما سهران على شعبه في ميلانو. المحبة لا تسقط أبدا. ودلوقتي احنا فعلا مشتاقين نسمع قداستك يا سيدنا، تفضل قداستك. Oh.
مساء الخير، ازيكم؟ بيقولوا ايه مساء الخير بونصيرة باين ولا ايه؟ هي دي بونصيرة؟ كويس، ممكن ابونا تشيلي الكرسي. انا سعيد خالص ان انا اجي وياكم ونتكلم، وسعيد بالفيلم الجميل اللي عملتوه، شريط الفيديو الجميل ده، وطبعا في ذكريات كتيره سواء في مصر او هنا، وانا مبسوط ان انا اجي ميلانو واتقابل وياكم واتقابل ويا الشباب ويا نيافه انبا انطونيو والاباء الاسقفه ويانا نيافه انبا يوليوس ونيافه انبا لوقا، وطبعا الاباء الكهنه والاباء الرهبان. وعايز اقول لكم خريستوس انستي، المسيح قام. احنا في فتره الخمسين الجميله، فتره الفرح. تسمحوا لي احكي لكم حكايه. لما كنت قدكم كده في الجامعه، لما كنت في الجامعه في كليه الصيدله في جامعه اسكندريه، كنت بحب الكليه قوي، كنت بذاكر كويس فيها. وبعدين كان عندنا اسره لشباب الجامعه اللي في كليات صيدله وطب واسنان وعلاج طبيعي، كليات الطبيه دهيت. وبعدين وقف الخادم اللي بيخدمنا وقال لنا ايه، هو انتوا في الكليه بتدرسوا عن الادويه؟ قلنا له اه. قال طيب عندكم في الكتاب المقدس في ادويه؟ جت كلمة أدوية في الكتاب المقدس؟ ها؟ أو ولا لأ؟ طب خلاص مفيش داعي لإجابة السؤال، السؤال فوق مستوى الطالب، مش كده؟ طيب، وبعدين سأل تاني قال إيه رأيكم، هل الكتاب المقدس فيه روشتات؟ عارفين روشتة؟ روشتة اسمها إيه بالإيطالي؟ هي دي. عارفين الروشتة؟ في الكتاب المقدس فيه روشتات؟ ونقول يعني ايه فيها روشتات؟ هو الكتاب المقدس فيه دكاترة وأدوية والحاجات دي؟ قال لا، يعني هل في الكتاب المقدس فيه حاجات زي الروشتة؟ ونقول مش عارفين. فراح قال لنا على روشتة حلوة قالها القديس بولس الرسول، وانا عايز اقولها لكم النهاردة. بولس الرسول زي ما انتم عارفين يا شباب، هو عاش نص حياته بعيد عن ربنا، كان بيضطهد كنيسة الله بإفراط، وكان شخص ناشف كده وأجريسيف خالص. ويكفي انه لما حضر رجم استفانوس الشماس الأول، حضر وهو مبسوط، الناس عمالة ترجم استفانوس هناك وهو قاعد يحرس ثياب الراجمين، ويقول لنا الكتاب كان راضيا بقتله. بولس الرسول لما عرف المسيح ابتدى يعيش في علاقة قوية جدا ويا المسيح، والعلاقة القوية دهية دخل إلى العمق مع المسيح، لدرجة إن هو كتب الإصحاح اللي بنسميه إصحاح المحبة، أجمل ما كتب عن المحبة في كورنثوس الأولى 13 إصحاح 13، اللي ختموا بالعبارة بتاعت المحبة لا تسقط أبدا اللي سمعناها دلوقتي. إيه روشتة بقى؟ هو راح زار مدينة كورنثوس، وفي مدينة كورنثوس دي زي اسكندرية كده أو زي أي مدينة ساحلية عندكم هنا. لما زار مدينة كورنثوس لقى فيها حاجات كتيرة مش كويسة، وثنيين، لكن حب وهو بيزور المدينة وبعد ما قعد فيها وحل مشكلاتها وقابل الناس، راح في الآخر قايل لهم روشتة من خمس أدوية تصلح لحياة الإنسان فينا وتصلح لنا كشباب. إيه الأدوية؟ عايزك تعرف إن صوابع إيدينا الخمسة سهل خالص إن احنا نحفظ عليها حاجة، سهلة.
فراح قال لهم كده: اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، تقووا لتصر كل أموركم في محبة. أقول تاني، تقولوا إياه: اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، الرجال والستات يعني، كونوا رجالا، تقووا لتصر كل أموركم في محبة. تعالوا أشرح لكم الأدوية الخمسة دول كبرنامج لنا كشباب، سواء بندرس في ثانوي، بندرس في الجامعة، بنشتغل كبار صغيرين. الخمس أدوية دول اللي يخلوا الواحد فينا ماشي في حياته ويا المسيح صح. وأدوية سهلة. أول دواء قال لنا اسهروا، طبعا مش معناها السهر ان احنا نسهر بالليل بدل ما نام 9 نام 10 ولا نام 11 ولا اسهر طول الليل، مش ده المعنى. كلمة اسهروا يعني انتبهوا، انتبه، خد بالك. العالم فيه حاجات كتيرة مش حلوة، بس فيه حاجات كمان حلوة خالص. العالم مليان حاجات، بس كن شخص منتبه واعرف تختار. يقولوها بالانجليزي تعبير جميل قوي: select and reject. اختار وارمي الحاجة اللي مش حلوة اللي قدامك. عشان كده من الحاجات الحلوة لكم كشباب انك تكون انسان منتبه. منتبه يعني ايه؟ يعني واخد بالك. في حاجات كويسة، طب ما خدها لي. طب في حاجات مش كويسة، خدهاش، مش مناسبة، مش حلوة، ما تناسبنيش. وحاجات تخليني أبعد عن طريق ربنا. طب وإيه الحكمة أن أنا أكون في طريق ربنا؟ أصل مهما الواحد عاش على الأرض هيعيش إيه؟ مثلا 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة، في حد بيعيش أكتر؟ ها؟ أنت تحب تعيش كم سنة؟ تحب تعيش كم سنة؟ أنت تحب تعيشي كم سنة؟ إيه، ما فيش إجابة؟ نفترض 100 سنة. 100 سنة، ال100 سنة دول في عمر الزمن قليلين خالص. عشان كده علم نفسك وعلمي نفسك إنك تكون شخص منتبه واخد باله. وهو الشخص المنتبه يخلي نفسه دايما في اختيار كل شيء، يختار الحاجة الحلوة اللي تناسبه. في حاجة تناسبني النهاردة، في حاجة ما تناسبنيش النهاردة، وفي حاجة أقدر أعملها، وفي حاجة أقدر أعملها لا في المستقبل. المهم اسهروا. وكلمة اسهروا خدوا بالكم إنها كلمة بصيغة الجمع. يعني إيه بصيغة الجمع؟ يعني كلنا نشجع بعض. اسمع الحكاية الحلوة ده. هي في يوم من الأيام كان في قديسة اسمها تيودورا. تيودورا شابة زي الشابات بتوعنا الحلوين دول. تيودورا قبضوا عليه، قالوا لها تسيبي إيمانك المسيحي. قالت ازاي هسيب المسيح؟ قالها هنعذبك، اعمل اللي انتوا عايزينه. القصة دي في القرن الرابع الميلادي. طيب يا تيودورا هتعملي ايه؟ قالوا احسن حاجة البنت دي نوديها بيت من البيوت الوحشة، ولما تقع في اي خطية هتلاقي نفسها خلاص سابت المسيح وسابت كل حاجة. ودوها البيت وهي رايحة عمالة ترشم نفسها بالصليب. وصلت لغاية هناك. زمان ما كانش فيه كهرباء ولا انوار ولا حاجة بالشكل ده. صاحبتنا تيودورا دخلت وهي قلبها بيصلي، وكل الصلوات اللي حفظها بتقولها عشان ربنا يحميها في بيت الشر ده. في عتمة الليل كده كانوا بيستخدموا النار عشان تنور، دخل واحد ظابط. قال لها مش انت تيودورا؟ قالت له ايوه. قال لها انا اخوكي ديديموس. هو مش أخوها يعني في بيت واحد بابا وماما واحد، لا، هو أخوها في الإيمان. قال لها أنا عرفت إزاي أنت واقفة صامدة
طب عايز ايه يا عم؟ قال بص خدي لبسي لبس الضابط ده وخلي لبسك بره وبعدين اخرجي وامشي كاني انا اللي دخلت. المهم عملوا الحكايه ده هي على نهايه الليل اكتشفوا الحراس الموضوع ان اللي عندهم ما هيش تيدوره ده هي ديديموس الضابط اللي دخل او الشاب اللي دخل ده. مسكوا الشاب في اول النهار وقالوا ده هنعدمه هنعذبه ونموته. طيب وهو بيتعرض للاستشهاد والناس قاعدة تفرج بقى وعاملين صوت عالي وبيهيصوا، صاحبتنا بتيدورة دخلت تجري في أرض الاستاد، حاجة زي الاستاد كبير كده، ووصلت لغاية هناك وهي بتقول عبارة جميلة قوي، بتقول لا تسرق إكليلي، انت صحيح حمتني واعتبرتني أختك وحمتني وخرجتني، لكن وانت بتستشهد انت بتاخد الاكليل بتاعي. عشان كده لما نيجي نقرا، طبعا موتوها وياه، لما نيجي نقرا سيره ديديموس وتيودورا نقراها ويا بعض. ديديموس وتيودورا هما الاثنين استشهدوا في نفس اليوم. اظهروا، استعد، انتبه، اختار اللي يناسبك. ده اول دواء. الدواء الثاني اسهروا اثبتوا في الايمان. الايمان، ايمان الانسان هو اعتقاده، هو رؤيته للعالم الكبير ده. يعني انا علشان انسان مؤمن بالمسيح اشوف ايد المسيح في كل عمل، واشوف المسيح على الصليب، واشوف المسيح اللي مد ايديه وخلصنا، واشوف المسيح والفداء والقيامة اللي قدمها لينا، وان هو الوحيد اللي يقدر يمسح الخطية. خدوا بالكم من الحكاية دي، احنا بنسميه مسيح عشان يمسح الخطية، وبنسميه يسوع عشان هو مخلص لكل انسان في العالم. اثبتوا في الايمان. هروح بعيد ليه؟ كلكم فاكرينهم الشهداء بتوع ليبيا دول شباب زيكم، ويمكن يكون دراستهم تكون أقل منكم شوي، وممكن تكون حياتهم الاجتماعية حياة محدودة خالص، وكانوا عايشين في أسر بسيطة قوي. عملتوا إيه؟ أما لما تعرضنا لحاجة تهز الإيمان بتاعنا، لا إلا الإيمان، إلا إيماننا. وأعتقد معظمكم شاف الفيديو مش كده برضو، وهو بيقول اسم يسوع مش كده، وعمال يصلي في قلبه، عشان كده سيرتهم بقت في كل العالم. من فضلكم اثبت في الإيمان. العالم فيه نظريات كتيرة قوي وفيه حكايات كتيرة قوي، وكل واحد بيقول اللي عنده، لكن إيمانك بالمسيح هو الشيء الوحيد اللي يقدر يغلب العالم. في آية يا شباب في رسالة يوحنا الأولى بتقول كده، هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. مفيش حاجة تغلب العالم غير إيمانك. وتبقى شاب صغير كده في السن يعني، وتقدر بإيمانك تغلب العالم. وبنسمع قصص كتير عن شهداء. أحكي لكم قصة من القصص اللطيفة خالص. دخل، كان طالب في كلية طب أسنان. في حد في أسنان هنا؟ ارفعوا أيديكم كده. بس ده عدد قليل، بقيت الناس إيه؟ مش بتدرسوا أسنان؟ واللي في كلية هندسة يرفع إيده. هندسة. واللي في كلية تجارة يرفع ايده. واللي في كلية صيدلة يرفع ايده. واللي في كلية قلنا ايه؟ في كلية اثار عندكم؟ في كلية لغات. كويس.
دخلوا الأخ، بس أتمنى أنكم تفهموا القصة كويس. دخلوا الأخ في الامتحان الشفوي الأورال، هو في طب أسنان. فقال له يا ابني اسمك إيه؟ قال له اسمي بطرس منير. قال له إيه؟ قال له اسمي، ما كانش بطرس، بطارس منير. اسمه كده، حد يعترض؟ بطارس منير. فراح المدرس كان متعصب شوي، قال له يا ابني ده بطرس واحدة تسقط. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين؟ فاهمين ايه؟ فاهمين ايه؟ فقال له يا ابني ده بطرس واحدة تسقط. راح الولد ده قال له ايه؟ لكن يا دكتور انا مذاكر كويس. وقالها كده بشجاعة. قال له يا ابني عشان شجاعتك دي انا هديك الدرجة النهائية ويلا ناجح. لو كان ساعتها بقى حط وشه في الارض واتكسف ما كانتش الحكاية تمشي. ومرة بنت في الجامعة في كلية الطب كانت خادمة، قصص دي حقيقية، دخلت وياها شنطتها كده الامتحان الشفوي. الدكتور قال لها ايه اللي في صدرك ده؟ قالت له صليب. قال لها بصي بقى، بعدد الصلبان اللي وياكي هنجحك. طبعا هيكون ولا صليب ولا اتنين وخلاص، والنمرة من 100 يبقى معناها تاخد كام؟ 1 ولا 2 من 100 مش كده برضو؟ قالت يعني ايه يا دكتور؟ قال لها بعدد الصلبان اللي وياكي انا هديك الدرجة. شوف بقى ربنا بيحب البنت دي، فتحت شنطتها وطلعت كيس كانت شارياه في 100 صليب عشان توزعه. علشان توزعوا على بناتها في مدارس الأحد. الراجل بص للصبان قلت له عدوا ويا يا دكتور، عدوا ويا يا عدوا ويا يا، طلعوا 97 صليب. والراجل اتكسف يرجع في كلام، مش كده برضو؟ خليك ثابت في إيمانك، همكش حاجة خالص، وخلي إحساسك دايما إن مسيحك وياك، وهو فعلا ويانا، وهو ويانا. نمرة 1 اسهروا، نمرة 2 اثبتوا في الإيمان، نمرة 3 بقى كونوا رجالا. طبعا بولس الرسول بيخاطب كل الناس، يعني رجالة وستات، فقال لهم كونوا رجالا. يعني ايه كونوا رجالا؟ اتحرك، عايز اتحرك. يعني ايه كونوا رجالا؟ ها؟ ايه يعني الستات مش اقوياء؟ مش عارف. ها؟ يعني ايه كونوا رجالا؟ قد كلامك؟ الراجل من كلمته. يعني ايه كونوا رجالا يا شباب؟ ها؟ يعني ايه؟ حمل المسؤولية، شجاع. يعني ايه كونوا رجالا؟ يدافع عن نفسه، دافع عن نفسه، ها؟ ما يخافش، ها؟ نعم نعم ولا لا، مسؤولية. كلمة كونوا رجالا وبتتقال للراجل وللست للولد وللبنت للشاب وللشابة معناها كون ناضج، تكونش عيل، كون ناضج، كن واعي. كونوا رجالا معناها ان الانسان يكون فاهم وعارف وعايش. في واحد كلمة توديه وكلمة تجيبه، سواء شاب او شاب. في واحد كلمة تاخده هناك وتاخده بعيد. وفي واحد زميلك يقول لك شوية كلام كده في ودنك يخليك تمشي في سكة تانية. وفي بنت تيجي تحكي لك حكاية تخليكي تروحي في سكة تانية. من فضلك كونوا رجالا، كن شاطر.
اوعى تكون مفتكر ان انت عشان سنك صغير تبقى لسه صغير قوي. لا، كون رجال مش معناه ان الواحد يتكبر. يعني احنا لما نيجي هو وهي بيتجوزوا ونقول له من فضلك كن رجالا، مش معناه انه يبقى متكبر عليها او مسيطر عليها، لكن يبقى حارس ليها. كن راجل حارس حامي، كن شخص قد الكلمة بتاعتك زي ما قلته دلوقتي. يكون واحد لما يقول كلمة يقولها صح. كن راجل، مش كلامك ملوش معنى، مش حياتك ملهاش معنى. كونوا رجالا، كن راجل في كل حاجة. مسكت خدمة كن شاطر فيها، في دراسة كن شاطر فيها. ما ينفعش، مرة من المرات طالب كان بيدرس في الكلية الإكليريكية، عارفين الكلية الإكليريكية؟ اللي هي كلية اللاهوت. عارفين اللاهوت؟ مش عارفينه؟ يسر أنا جيت غلط هنا ولا إيه؟ عارفين اللاهوت؟ اللاهوت اللي هو يسموه علم الله. المهم، فالطالب ده دخل الامتحان في الكلية الإكليريكية وجاب 49.5 من 100، يبقى ايه؟ ساقط. فأبوه اتغاظ وراح رايح لمدير الكلية قال له بقى الواد جاب 49.5، تسقطه على نص درجة، ده اسمه كلام؟ فمدير الكلية قال له، كلمه كده باللغة العربية، قال له اعلم ان ابنك ما سقطش على نص درجة، هو سقط على 50.5. فاهمين حاجة؟ يعني ايه؟ يعني كان مفروض يجيب ايه؟ كن راجل. دخلت كلية معينة ادرس وتشطر، وانت ابتديتي دراسة معينة ما تبقيش في الصفوف الأخيرة، كوني من المتقدمين. مسكت عمل كن أمين فيه، مسكت خدمة كن شاطر فيها. في واحد يقول لك ده فلان ده ماشي على سطر وسايب سطر، وفي واحد منتبه عايش راجل نعتمد عليه، نعتمد عليه في كل حاجة. حتى الأمهات دايما نقول لهم ايه؟ من فضلكم ما تدلعوش الولاد قوي 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 قوي، لانه لما يكبر يبقى راجل ولا يبقى ست هيبقى يعني ما هوش راجل، مش هيبقى معتمد يعتمد عليه اعتماد كلي. كونوا رجالا، وبرضو خدوا بالكم انها بصيغة الجمع. نمرة واحد ايه؟ واحد اسهر، واثنين اثبتوا في الايمان، وثلاثة كونوا رجال. نمرة اربعة بقى سهلة خالص، تقوى. تقوى يعني ايه؟ يعني خليك شخص مليان بالقوة، مليان بالقوة. طب والقوة دي
شعبهية عالكنيسة للتعميق. غطسني بالبرد الطويل، كانت هي المعمودية هي ليا إله جديد. كنيستي 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 هي بيتي، هي أمي، هي سر فرح حياتي. كنيستي هي كنيستي هي سبب القوة في حياتي، علشان التلاتة دول، هي بيتي زي ما انتم موجودين دلوقتي، وهي أمي، أمي اللي اتولدت فيها، وأسرتي بابا وماما اتجوزوا فيها، وأنا بتعمد فيها وباخد سر الميرون فيها، وكمان هي سر فرح حياتي لأنها بتديني فرصة أن أنا أتوب عن خطيئتي. عندي سر التوبة والاعتراف، وعندي سر التناول المقدس، والأسرار السبعة فيها أسرار بنعملها تخلص زي المعمودية والميرون، لكن في أسرار بنكررها زي سر التوبة وسر التناول. والأسرار المتكررة ده هي مصدر القوة. كلكم حافظين الآية بتاعت التناول، من يأكل جسدي، ها مش سامع أنا، من يأكل جسدي ها يثبت وأنا فيه. ها تصور المسيح يبقى ثابت فيا ويساعدني ويقويني ويخليني أعيش وأنا رافع راسي. تقول لي ما الحياة فيها حاجات صعبة وفيها مشكلات وفيها تحديات، أقول لك آه طبعا ما في الحاجات دي على طول، لكن ازاي بنواجهها؟ وازاي الانسان هو بيواجه تحديات الحياه بيشعر بقوه تقوى؟ انا قلت اربعه لغايه دلوقتي، اسهروا، اثبتوا في الايمان، كونوا رجالا، تقوى، اخر واحده لتصل كل اموركم في محبه. خلي كل حياتك مبنيه على المحبه، مبنيه على المحبه. بولس الرسول شرح لنا المحبة وختمها بالعبارة الجميلة، المحبة لا تسقط أبدا، والمحبة لا تسقط لأن الله محبة. خلي حياتك دايما مبنية على المحبة أساسا. ويعجبني قوي القديس يوحنا الحبيب وهو كده بيسند راسه على كتف المسيح ويقول له، يقول على يوحنا ده التلميذ الذي كان يسوع يحبه. الشخص اللي كان يسوع بيحبه هو التلميذ، سميه يوحنا الحبيب. ويوحنا الحبيب سيرته كمان كلها حلوة قوي، وكتاباته كلها حلوة، وكتب في رسائله كتير عن المحبة، ان المحبة هي اساس لحياة الانسان. طبعا ممكن علاقتك مع الاخرين تبقى علاقة مبنية على مثلا الفلوس، او مبنية على المناصب، أو مبنية على المشروعات، أو الحاجات دي كلها. لكن اللي يخلي حياتنا ثابتة وقوية إنها تكون مبنية على المحبة، عشان المحبة هي الله. دول خمس أدوية حطهم قدامك، وممكن تقراهم في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 16، نقولهم ويا بعض. واحد، اسهروا. اثنين، اثبتوا في الإيمان. ثلاثة، كونوا رجالا. أربعة وخمسة، لتصر كل أموركم في محبة. الخمسة دول هم أدوية لحياة الإنسان، وبالذات في مقتبل الشباب. أنتوا كشباب وشابات مناسبة ليكم جدا أن الواحد ياخد باله، وأن الواحد يبقى ثابت في الإيمان، وأن الواحد يكون ناضج في حياته، وان الواحد يكون قوي بالممارسات الروحية والتدريبات الروحية وانجيله اللي حاضر قدامه، واخيرا في معاملاته الاجتماعية يكون دايما في محبة كاملة. ربنا يحفظكم، وانا سعيد خالص ان انا ازور ميلانو، وعارف ان شباب ميلانو شباب حلو.
قابلت كتير في مصر منهم وفي فيينا، وطبعا جيت هنا قبل كده ايام انبا كرولوس وتقابلنا والشباب وجينا الكنيسة دي برضو، وعارف انكم شباب بتحبوا ربنا، تحبوا كنيستكم خالص، والاباء الكهنة كلهم محوطين عليكم تحت رعاية نيافة انبا انطونيو زي ما قلتوا في الترنيمة الجميلة اللي عملتوها ده. كل مرة وانتم طيبين. كريستوس عني
كنا عايزين نستغل الوقت الثمين اللي هنقضيه دلوقتي مع قداستك، وكان الشباب بتوع الأبرشية كان نفسها تسأل أسئلة، بس هي الأسئلة كانت كتير قوي، وإحنا يعني جمعناها بخلال أبليكيشن اتعملت للأبرشية اسمها كوبتيك مي، عملنا فيها سكشن اسمها اسأل البابا، فإحنا اخترنا منها 10 أسئلة، فالشباب دلوقتي هيتفضلوا يسألوا قداستك. مساء الخير قداستك بابا. La prima domanda è perché le donne non possono essere diaconesse nel servizio della liturgia. أول سؤال قداستك، ليه مش مسموح للسيدات ان يبقوا شمسات ويشاركوا في الصلاة؟ شكرا لقداستك. أول سؤال صعب كده. عايز أقول لكم حاجة. أولا في شمسات البنت المكرسة بتترسم شماسة ولها خدمتها، وفي مساعدة شماسة، يعني ده موجود، لكن في فرق في الرسامة ما بين حاجتين، ما بين وضع اليد على الرأس، دي معناها رسامة، نيجي نرسم أبونا نحط إيدينا على رأسه، نيجي نرسم شماس كامل حط إيدينا على رأسه، يجي نرسم أب أسقف على رأسه، الرأس والصلوات. لكن في حاجة تانية اسمها ياخد البركة، تاخد البركة. فلما بيجي نرسم شماسة، الشماسة دي بتترسم بالبركة، بيبقى على الكتف هنا، وبتبقى نوع من البركة للعمل أو الخدمة اللي هيقوم بها الشخص أو تقوم بها الأخت. عايز أقول لكم حاجة، ربنا لما خلق الإنسان وأوجده خلق آدم ثم حواء حسب الخليقة، ثم تكاثر الجنس البشري، ولما جه السيد المسيح اختار أنه يتولد من أمنا العذراء، وأمنا العذراء واحدة ست بنقول عليها فخر جنسنا، فخر جنسين، يعني احنا الرجاله والستات لو حب نحط واحد يكون هو اللي بيمثلنا هي امنا العذراء، هي فخر جنسين. لكن لما جه يختار تلاميذه اختار ال 12 تلميذ وسلمهم مفاهيم ايمانيه ومفاهيم الخدمه كلها، وصاروا هما ايدين ورجلين المسيح في الخدمه. طب الستات فين؟ ده يوم ما اتولد اتولد من العذراء، وقبل ما اتولد كانت اليصابات، وبعد ما اتولد جت حنة بنت فانوئيل الأرملة وكرم كل دول، في حين كمان انه لما قابل المرأة السامرية كرمها برغم انها كانت انسانة مكروه. الخلاصة ان المرأة لها دور وعمل في الكنيسة كبير، دور كبير قوي. معظم خدمة مدرسين مدارس الأحد من البنات والسيدات، هي دي مش خدمة؟ طيب في مجالس الكنائس بيبقى فيه دايما عضو أو اتنين من النساء، مجلس الكنيسة اللي بيساعد أبونا زي ما فيه رجالة فيه ستات. طيب في الكليات الإكليريكية والمعاهد الدراسية القبطية بتاعتنا فيها سيدات بيدرسوا وبيقوموا بدور كبير. هي الحكاية تبقى إيه؟ ده تعالوا في حاجة تانية. امبارح كنا في كنيسة، الكنيسة بعد الدور كان اسمها إيه؟ البشارة، كنيسة البشارة، كان فيها كورال كبير قوي. شفتوا الكورال ده؟ منين كان أكتر، الولاد ولا البنات؟ ده أنا خايف المرة الجاية أجي ألاقي الكورال كله ولاد، كله بنات، والحاجة حلوة. خدوا بالكم الأسئلة دهيت علشان بضرورة تصرف وسطكم،
كل إنسان فينا له دور. هو ينفع كل الناس يبقوا دكاترة؟ ينفع كل الناس يبقوا مهندسين؟ مش ممكن خالص. كل واحد له وظيفة، بنكمل بعض. هسألكم سؤال بقى أنا، ممكن؟ قولوا لي ليه ربنا خلق الحاجب؟ فاهمين السؤال؟ ليه ربنا خلق الحاجب؟ وبعدين بقى محدش بيتكلم. نعم؟ مش فاهمينه؟ Seyedna sta chiedendo perché Dio ha creato le sopracciglia. Oh, هو ده. ليه خلق الحاجب؟ عشان يحمي العين. بيحمي العين ازاي ان شاء الله؟ ولا العين عليها حاجب باي؟ يحمي العين من العرق. يعني زي امبريلا كده. ليه ربنا خلق الحاجب؟ طيب هقول لكم حاجة، العين بالحاجب شكلها حلو طبعا. طب العين من غير الحاجب؟ من غير الحاجب شكلها وحش. أتاري الحاجب اللي ربنا خلقه ده خلقه علشان يجمل العين، يخلي العين جميلة. دي وظيفته، هو وظيفته كده. تقولي طب ده ملوش لازمة، ده العين أهم، ده العين وبندرسها في الكليات والأناتومي بتاعها والفسيولوجي و و و. لا، الحاجب له وظيفة معينة. كل واحد فينا ربنا عطاله مسؤولية معينة، والمسؤولية ده هي اللي يقوم بيها كل واحد. فالسؤال ليه ما يكونش فيه شمسات في الكنيسة؟ في صورة المكرسات وهم شمسات جوه الكنيسة، الرسامة بوضع اليد دي الرسامة الطقسية الكنسية اللي بتتم، ودي بتتم سواء للشماس أو الكاهن أو الأسقف، وفي الرسامة اللي هي بتكون بنوال البركة، بركة الوظيفة أو العمل أو الخدمة اللي هيقوم بيها. زي ما بيمسك الإنسان كده الدنيا بتاعته وأبونا يرشمها له، أو زي ما أنت تكون عندك حاجة مهمة موجودة، مثلا اتخطبتي وعندك الدبل فبيجي أبونا يباركها، يبارك الدبل دهية وهكذا. أو مثلا واحد رايح لامتحان فجايب كتاب الامتحان أو ورق الامتحان أو يقوم أبونا يبارك، ده اسمها البركة. لكن المرأة لها دور واسع جدا 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 في الكنيسة، ولها دور ما نقدرش نستغنى عنه. وكفاية ان احنا النهاردة كشباب وشابات، شباب والشابات موجودين زي بعض بالظبط، هما اللي بيسألوا، اللي بتقدم الليلة زي ما هي بتقول، هي بتقول الليلة دي اللي بتقدمها واحدة، بتقدمها قدامنا في وجود الأباء الأسافة ووجود الأباء الكهنة ووجودنا كل ده. الكنيسة شركة وكلنا لازم نشارك ورا بعض، ومحدش يقول أنا عايز أبقى كده أو أبقى كده. هي الكنيسة منظمة، منظمة جدا، وorganization والاستراكشر فيها، التركيب فيها واضح جدا، وعمله كبير في حياة الكنيسة. الكنيسة عايشة كده 20 قرن من الزمان. تفضل. يا كادستل بابا. La seconda domanda è: qual è la strada più veloce per raggiungere il regno dei cieli? تاني سؤال لكادستك هو: عندنا إمكانيات كتيرة ومختلفة عشان نوصل ملكوت السماوات، بس هو أنهي الطريق الأسرع وإيه المؤقت؟ شكرا سيدنا. الطريق الأسرع، شكرا على السؤال. مفيش طريق أسرع وطريق بطيء. هاي ويل للملكوت السماوات.
تروح على برج بيزا و ده طريق سريع ومضمون. يعني صيغة السؤال ما هيش محبوكة قوي. ما فيش طريق أوسع أو أسرع أو طريق بطيء. في حاجة واحدة بس. حاجة واحدة بس اسمها الأمانة. الأمانة. طب أنا تلميذ في مدرسة، الأمانة. طب أنا طالب في الجامعة، الأمانة في الدراسة. طيب في أسرة فيها زوج وزوجة، الأمانة. طيب في بابا وماما بيربوا، الأمانة. طب في خادم بيخدم في الكنيسة، الأمانة. طب في أب كاهن، أب راهب، أب أسقف، الأمانة. والآية واضحة جدا، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. قولوها وياي كده يا شباب، كن أمينا إلى الموت. كمان مرة لو سمحتوا، كن أمينا. مين كن ده؟ كن تشاور عليك وتشاور عليك وتشاور عليا وتشاور على أخويا وتشاور على أختي، كل واحد فينا. أحكي لكم حكاية. في يوم من الأيام كان الجيش المصري زمان في القرن الثالث والرابع الميلادي رايح لجنوب مصر. زمان ما كانش فيه إمكانيات ولا وسائل ولا عربيات ولا الحاجات دي، فكانوا لما الدنيا تليل يبيتوا في القرية اللي هم بيمروا عليها. فجم في قرية من القرى بيتوا، ولما بيتوا أهل القرية عملوا صواني كبيرة كده مليانة أكل وخرجوا يأكلوا الجنود. فجندي من الجنود وطى على زميله قال له ليه أهل البلد دي عملوا ويانا كده؟ قال له أصلهم مسيحيين. أصلهم مسيحيين. قال له يعني إيه مسيحيين؟ ما هو كان جندي وثني. قال له دول مسيحيين بيعبدوا يسوع المسيح، والمسيح بيقول لهم على فضيلة اسمها فضيلة إضافة الغرباء أو ضيافة الغرباء. فالشاب الصغير ده كان عمره حوالي 20 سنة، قال في قلبه إيه؟ وثني، أنا لو رجعت من الحرب سليم أنا هبقى زي الناس دي. راحوا الحرب ورجع سليم وزي الفل، وافتكر الوعد بتاعه وابتدى يدخل في الإيمان بالمسيح، ويصير بعد كده قديس عظيم جدا في الكنيسة اسمه القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة اللي وضع نظام الرهبنة مش في مصر بس، في العالم كله. لأنه كان أمين، شخص أمين. انتوا عارفين أكتر حاجة بتوقع الإنسان، إنسان اللي بيغش، والإنسان اللي ماشي مش ماشي بأمانة، والمخادع والكذاب والصفات الوحشة دي. الطريق الوحيد والآمن للسماء، كن أمينا إلى الموت. إلى الموت يعني الآخر الحياة، فسأعطيك إكليل الحياة، يبقى لك نصيب في ملكوت السماوات. Buonasera Sayedna. La terza domanda chiede che cos'è la fede. Sulle tele due sale kadastak ne danesha hazaya yani il iman. Kelimat il iman. Nishrah il iman. Il iman huwa in il insan ya'tamid wa ya'man li mabadi' mu'ayyana fi hayatihi. فالإيمان أولا جوه قلب الإنسان، والإيمان ده بنرضعه وإحنا صغيرين. وإحنا أطفال لما بنرضع اللبن للأطفال بنرضع التعليم من بابا وماما جوه الكنيسة، ويتعلم الإنسان. تلاقي الولد الصغير كده صغير خالص أبوه وأمه علموه رشمة الصليب، والولد أحيانا هو بيرشم الصليب يتلخبط مش كده برضو، وأحيانا لما يجي يقول أبانا الذي يقول أبانا الذي في السماوات بدل السماوات يقولها السنوات.
أبانا الذي في السماوات. ما هو مش عارف. وأقول لكم على حكاية. مرة كنت بزور ناس عندهم طفل صغير 5 سنين. وكان في موضوع شغلني خالص. ويعني عمال أفكر فيه كتير. بعد ما خلصت الزيارة وقفت نصلي ويا الأسرة دهيت والولد الصغير. فالولد الصغير ماشيين على سرعته. أبانا الذي في السماوات يتقدس كده. لغاية ما جه عند الحتة الأخيرة وقال إيه؟ بدل ولا تدخلنا في تجربة، قال ولا تلخمنا في تجربة. فاهمين الفرق؟ ولا تدخلنا في تجربة، راح هو قايلها إيه؟ ولا تلخمنا. تلخمنا يعني إيه؟ يعني الواحد يبقى مشوش كده ومش مستقر على حاجة في تجربة. لقيت إن الكلمة دي تتناسب مع الحالة اللي أنا كنت فيها. وخرجت من عند الناس وأنا عمال أقول لنفسي خلاص أنا الموضوع ده هسيبه خالص على ربنا ومش عامل فيه حاجة وربنا هو اللي يتصرف فيه. بعد ساعات قليلة اتحل الموضوع وانتهى. الإيمان قوة وطاقة. قوة وطاقة في حياة الإنسان. بياخدها شوية بشوية. عارف بالظبط وانت صغير كانوا يأكلوك بالمعلقة كده ويقول لك ايه وانت طفل كل يا حبيبي عشان تكبر. فاحنا بنتعلم جوه الكنيسة جوه الانجيل جوه ارتباطك بالاسرار انك شوية بشوية ايمانك يبقى قوي. والايمان ما اقدرش اعرفه تعريف معين، لكن الايمان طاقة ممكن تنقل الجبال. كلكم عارفين الآية اللي بتقول إن كان لكم إيمان مثل حبة إيه؟ حبة الخردل قد إيه؟ صغيرة خالص، لكن لما نزرعها تطلع شجرة ضخمة جدا. مرة من المرات قابلت زمان خالص حتى قبل الرهبانة يعني قابلت واحد أجنبي فقعد كده وبعدين بص لي قال لي أنت إيه؟ قلت له أنا قبطي أرثوذكسي من الكنيسة القبطية. قال لي عندك إيمان؟ قلت له أيوه. قال لي ورهوني. فأوري له إيمان ده إزاي. فرحت سأله أنا نفس السؤال، حضرتك عندك إيمان؟ قال لي آه. طب ورهوني. قال لي دقيقة واحدة. وراح طالع الأوضة بتاعته وراح جايب برطمان كده مليان فازلين وحطت فيها حبات الخردل وفتحه وقال لي شم. الخردل له ريحة معينة كده فشم. هو افتكر الآية اللي بتقول إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل ففكر لما جمع شوية حبوب خردل يبقى عنده إيمان. طبعا ده بالصح خالص. إيمانك قوة وإيمانك طاقة وإيمانك بيتكون جواك شوية بشوية وبتعرفه شوية بشوية. لكن الحقيقة القوة الحقيقية في إيماننا هي من خلال الصليب. الصليب قوة الإنسان. عشان كده لما بنرسم الصليب سواء على أجسادنا أو في الأكل أو في السفر أو يقول لنا القديس أثناسيوس الرسولي والقديس يوحنا ذهبي الفم الصليب هو الحامي الكامل للإنسان. فقوة الصليب عشان كده الشيطان دايما يحارب الصليب. فالصليب هو الإيمان وإيمانك هو الصليب في مسيحيتنا. مساء الخير يا كدستر بابا. نحب نسأل كدستك كذا بصفاري سينوريسكوكم في السارمي اللي هي بالعربي ماذا أفعل إن كنت لا أستطيع أن أعترف، قصدي بها الخجل من الاعتراف. شكرا. الخجل ده اللي عنده الخجل دي حاجة كويسة خالص. ده الخجل ده يعني إنسان بيشعر مشان بيحس. عايز أقول لكم حاجة، إن حياة الإنسان وأنا طفل وأكبر شوية 14-15 سنة شوية 20-21 شوية 30-35 شوية
كل سن من دول له نوعيات من الخطايا وغالبا عدت على أبونا الكاهن أب الاعتراف. يعني ما فيش حاجة غريبة، الإنسان هو الإنسان وخطايا الإنسان هي خطايا الإنسان. يعني تفتكر لو ولد صغير عمره 8 سنين ولا 7 سنين وجه يعترف هيقول إيه؟ تخيلوا كده وياي، ها يقول إيه؟ يقول إيه؟ بسمعش الكلام. وإيه كمان؟ يعني ولد 7 سنين جه قال لي كده يا أبونا أنا فتحت التلاجة وخدت منها حتة شوكولاتة. عارفين حتة حاجة حلوة؟ عارفين الترنيمة دي؟ حتة حاجة حلوة قد البندقة؟ أهو كده. في السن ده دايما الخطايا دهيت، أنا ما بسمعش الكلام. لما نكبر شوية في نوعيات تانية من الخطايا. على العموم يا صاحب السؤال، في حالة الخجل ما فيش مانع أنك تكتب خطيتك في ورقة وتقدمها لأبونا، فيش مانع خالص. وعلى فكرة إحنا في الاعتراف مش بنقعد عينينا في عينين أبونا خالص، أبونا بيمسك الصليب ويسمعك وإنت حاطط عينك في الأرض، وشك في الأرض، إنت بتعترف، وساعتها الخجل مش هيبقى له محل. اتشجع. لكن إذا ما كنتش شجاع للشكل ده أنت أو أنتي، ورقة صغيرة ما فيش مانع واحد اللي يكتب فيها بعض الخطايا، حتى لو كتبتها بطريقة مختصرة عشان تساعدك. لكن ثق إن ما فيش حاجة غريبة بتحصل ما تواجدتش قبل كده أو أبونا ما سمعهاش خالص، واتطمن. وطالما أنت بتعترف، أنت بتعترف للصليب اللي ماسكه أبونا أثناء الاعتراف، أنت بتعترف لأذن المسيح أمام الكاهن، فالحكاية دي تطمنك خالص. أنت بترمي خطيتك عند المسيح، وفي النهاية أبونا بيحط الصليب على رأسك ويقرأ لك التحليل بعد ما يكون أرشدك بشوية تدريبات أو تمرينات روحية. أوكي، مساء الخير قدسة البابا. السؤال الخامس، بركي بيزونيا سبوزارسي، بالعربي لماذا يجب أن نتزوج؟ بمعنى هل ممكن أن نعيش كزوج وزوجة بدون سر الجواز؟ شكرا. عندنا دير كبير هنا ومستعدين نقبلكم فيه. يعني ربنا عمل قدامنا نوعيات من طرق الحياة، عمل إنسان يتزوج، عمل إنسان يبقى بتول يعني هو أو هي ويعيش، عمل إنسان يكون مكرس، عمل إنسان إنه تكريسه ده ياخد شكل كنسي، ممكن يكون شماس، ممكن يكون راهب، ممكن يكون كاهن. كل النوعيات دهيت وكل الطرق دهيت علشان البشر حياتهم ما هي زي بعضها. سر الزيجة سر مقدس، والسر اللي اتقال عليه في الإنجيل هذا السر عظيم. وسر الزيجة احنا بنسميه كده في مفهومنا الكنسي هو سر صناعة القديسين. كل القديسين الحلوين اللي بنحبهم جايين من زواج. يعني بتحبوا مريمينا ما كان من زواج، تحبوا قديسة دميانة ما هي من زواج. فالزواج ننظره أنه يصنع قديسين، أرجوكم تاخدوا بالكم من كده. وهذه هي كرامة الزواج، كرامة الزواج انه بيقدم قديسين. كل الاباء اللي بيخدموا في الكنيسة في اي مكان ما هم جايين من بابا وماما. وبالتالي حط في ذهنك ان الزواج مكرم
وهذا السر عظيم. طب افرض اتنين عايزين يعيشوا مع بعض من غير اي رباط جسدي، الحكايه دي نادره جدا 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 جدا، وهي ممكن ياخدوها على اساس انها اشتياق. اشتياق انه قدروا يكملوا لنهايه حياتهم مفيش مانع، بس هي حاله نادره. ان ما قدروش من خلال مرشدهم الروحي والاب اعترافهم ممكن يساعدهم انهم يعيشوا الحياه الطبيعيه في الزواج. كل الامور مقبوله، بس ما تبقاش بضغط خالص. وفي نفس الوقت اذا كان يتعب من طريق بالشكل ده قدامه طرق تانية، وهي قدامها طرق تانية. نشكر ربنا احنا عندنا اديرة ولاد واديرة بنات، وفي اماكن كتيرة، وعندنا اماكن خدمة كتيرة سواء للولد او للبنت باي صورة. عندنا ناس بتتكرس، وعندنا ناس بتخلي حياتها كلها من اجل المسيح سواء هو او هي. كل الامور حلوة، كل الامور حلوة. لكن السؤال لما يقول نتزوج بدون زواج او يعني بدون رابط او علاقة جسدية، اعتقد ان يبقى فيها صعوبة بالغة، وان كان مش مستحيل. انتوا بتتكلموا على البوي فريند والجيرل فريند؟ من غير السر، من غير السر، وده اسمه زواج. بصوا كلمة فريند بالانجليزي تنتهي بإند، تخلص. وكلمة بوي فريند بتنتهي بإند، وكلمة جيرل فريند بتنتهي بإند، لكن كلمة فاميلي بتنتهي بال باي ال واي. اي ال واي اي لاف يو. يلي بتتكلموا على شكل الأسرة، كلمة أسرة فاميلي F A F F A M I L Y، خمس ست حروف بست كلمات: father and mother I love you. يعني تكوين شكل الأسرة هو الشكل المقدس، أي شكل آخر غير مقدس للمرة ويقع تحت باب الخطية. واضح؟ واضح؟ تحبوا أشرح لكم سر الزيجة بيبقى شكله إيه؟ هل في اتنين متجوزين هنا؟ عايز واحد واحدة. نعم؟ مالهم؟ سيلفانا و بس جوزهم هنا؟ سيلفانا فين؟ سيلفانا مش متجوزة؟ بس ماجد مش موجود. توني وسارة. سارة. تعال Vieni avanti. Vieni avanti. Sara, هتعرفي تمثلي ويانا؟ تعالي اقف هنا. اقف هنا. وقف هنا انت. هنا توني شاب عادي زي كل الشباب الموجودين، في وقت من الأوقات ابتدى يصلي لربنا ويقول له يا رب اديني
زوجة صالحة، واديني إنسانة أعيش وياها، واديني بنت نبقى إحنا الاتنين بنبني أسرة حلوة. هو بيصلي، ارفع إيدك كده، بتصلي. أنا بس أنت حضرتك واقف مداري. فهو بيصلي، هو بيصلي، جه المسيح مسك ايديه كده. هنجيب دلوقتي اللي هيمثل المسيح. نيافتك تقوم، طب تعال. بيصلي وبيقول له يا رب، وعايش مع المسيح حلو خالص، وماسك في ايد المسيح. امسك كده في ايد المسيح. خلاص سارة بنت في حتة تانية ما يعرفهاش توني، فبتصلي. هو بيضحكوا على كل حاجة ولا ايه؟ بتصلي بتقول يا رب اديني ان انا اكون اسرة حلوة، وبعت لي انسان حلو. وهي بتصلي كده مسكت في ايد المسيح. كويس، خلينا نضرب دلوقتي مش وقتها. خلاص هما الاثنين بيصلوا ماسكين في ايد ربنا. كويس، في وقت ما ربنا رتب انهم هما الاثنين يتقابلوا. فتوني عرف ساره، ساره عرفت توني. خلاص يلا بينا نكون اسره، لغايه ما جه يوم الاكليل. يوم الاكليل راح هما الاثنين ماسكين في ايد بعض. مسكين في ايد بعض، وتكون الرباط الثلاثي، تريبل بوند، رابطه ثلاثيه. عشان كده الزواج هو رابطه ثلاثيه مش ثنائيه، مش هو وهي بس. الحاجات التانيه اللي انتوا بتتكلموا عليها دي مش زواج خالص. لما تكون الرباط دهوت، الرباط الثلاثي القوي لا يسمح بدخول اخر. هو المسيح ماسك في ايده وفي ايدها، وهما الاثنين ماسكين في ايدين بعض. ولما ربنا يديهم ابناء يتولدوا هنا، هنا ده بنسميه كيان الحب. وشوف بقى كل واحد فينا اتولد في اسره حلوه محاط ببابا وماما والمسيح. شوف المعنى الجميل. ايه لسه ما خلصناش المسرحيه. فده الرباط المسيحي والربطة القوية اللي بتربط كل الأشكال التانية. خليكم نصحين، لو سمعتوا في المجتمعات والكلام الفاضي ده كلام ما يعمرش. ودي شكل الأسرة اللي قلنا عليها في الست حروف، ولها وياها كده بالإنجليزي: Father and Mother I love you، اللي هو كيان الحب اللي بنتولد فيه. Buonasera Sayedna, c'è una domanda che è venuta per lei, chiede: perché il ladrone alla destra di Gesù Cristo viene citato in un solo Vangelo? Perché negli altri Vangeli è scritto che anche lui insultava Gesù? Salcheria Sayedna, fiso elgei l'kadestek bi'ul. Le mese zokarat hadaset l'es l'yamin fi ingilu ehid fakat, beinama fil anagir l'okhra zokara anke layhuma kena yu'ayirunahu. عايز اقول لكم ان الكتاب المقدس في البشائر الأربعة اللي هي متى مرقس لوقا يوحنا عاملين زي البرواز. يعني افتكروا كده اللي قدامي ده برواز، الضلع اللي فوق ده هو انجيل مرقس، انجيل مرقس قصير، والضلعين دول متى ولوقا دول طوال شويه، والإنجيل القصير التاني اللي هو يوحنا تحت. البرواز الرباعي ده
هو اللي بيقدم لنا شخص المسيح. الرسل والتلاميذ اللي كتبوا سواء ماري مرقس أو القديس متى أو القديس لوقا أو القديس يوحنا، كل واحد بيسجل مشاهداته. مش شرط المشاهدات تبقى متطابقة، زي ما بيحضر مثلا 5-6 صحفيين يحضروا مؤتمر ما ويكتبوا تقرير للجريدة بتاعتهم، يوم التقرير ده هو مش شرط يكون زي بعضه، لكن بيكمل الصورة، بيكمل الصورة. يعني لو واحد حضر ويانا في أول الاجتماع ده وحب يوصف الاجتماع، هيقول إن قداسة البابا كان موجود وكلم الشباب وهو واقف. لو واحد دخل بعد شوية وحب يكتب تقرير، هيقول لا ده قداسة البابا كلم الشباب وهو قاعد، إنهين صح وإنهين غلط. الاثنين صح، بس ده شاف الحتة دي أو اللقطة دي وده شاف اللقطة دي. في حادثة الصليب وصليب المسيح ما كانش الأمور منظمة يعني وعاملين كده ترتيبات، ده بيصلب المسيح وعملين يشتموه ويسخروا منه والناس هيجة وأسلوبه أسلوبه والدنيا صعبة خالص، وممكن أول لص في أول ما تعلق كان بيتألم فقال كلام صعب، وبعد كده ابتدى ينتبه لنفسه فراح قايل العبارة الجميلة: اذكرني يا رب متى جيت في ملكوته في ملكوتك، زي ما أو ساعة ما شعر إن المسيح اللي موجود هو القوي وهو المخلص. هو شعر بكده. ما فيش تعارض في الكتاب المقدس في البشائر الأربعة خالص. اتذكرت حادثة هنا واتذكرت حادثة هنا، دي بتكمل دي. في البشائر الأربعة في حادثتين بنفس النص، حادثة أو معجزة إشباع الجموع اتذكرت في الأربعة، وقصة وأحداث القيامة كلها اتذكرت في البشائر الأربعة. فمش الحكاية إن واحد قال حاجة والتاني قال عكسه، لا، الكل البشائر الأربعة بيكملوا الصورة الكاملة، وزي ما قلت لك بيبقى برواز بيقدم شخص المسيح نفسه. Sera Cadeste il Boba. La settima domanda dice: cosa bisogna fare per imparare ad avere pazienza e ad aspettare i piani di Dio per la nostra vita? E so el biul. E se ne talem il sobr un intaser chetto tallo f hayetna? Shukran sayed. Shukran. Ne talem il sobr. Il sobr يعني عامل الوقت. ربنا بيعلمنا الصبر ده في كل حاجة. الطبيعة كده. الشجرة عشان تكبر بتاخد سنين، ده في شجر عشان ينمو يجيب النمو والثمر بتاعته بعد سنين وسنين. النخلة لما نزرعها بعد 20 سنة تبتدي تدينا بلح. الطبيعة بتعلمنا الصبر. النونو اللي بيتكون في بطن الأم كان ممكن ربنا يكونه في أسبوع، لكن بيقعد 9 شهور بالمراحل دي كلها الجنين. الصبر في تربيتك وانت صغير، لما كنت بيبي صغير وانت صغيرين خالص، فضل بابا وماما بصبر طويل لغاية ما صرت شاب وشابة. الصبر، الصبر اللي هو عامل الوقت، والوقت بيصنع المعجزات. وفي آية حلوة بتقول بصبركم تقتنون أنفسكم، يعني بصبرك دايما المستعجل يغلط ويقع وما يكملش. وفي مع الصبر يعيش الإنسان ويقتني نفسه، يبقى حياته كلها حلوة خالص. ودايما الصبر يساعد الإنسان حتى وإحنا بنمارس حياتنا الروحية. يقول لك في أولها بتبقى صعبة قوي، عاملة زي مرارة الدواء، وبعد شوية تبقى عاملة زي البقول اللي بناكلها زي الفول والطعمية والحاجات ده، لكن بعد شوية تبقى زي الفاكهة طعمها حلو. كلنا بناكل الفاكهة بأنواعها المتعددة ونقول عليها يلا بينا ناكل حلو. الحياة كده، الحياة فيها مرحلة تعب، فيها مرحلة جهاد، وفيها مرحلة ثمر بيدهنا الله. انت بتذاكر بتقعد سنين كتيرة تذاكر،
وتتخرج من شغلك أو من دراستك عشان تشتغل وربنا يدي لك عمل حلو ويبقى فيه ثمر وهكذا. الصبر داخل في كل حياتنا الروحية والجسدية. المعرفة حتى اللي في ذهننا اتكونت عبر سنين وسنين. الصبر ده بنتعلمه وبنعيشه، وبيقولولنا الأباء انظروا صبر القديسين. هنا في سفر الرؤيا يقول لك كده، هنا صبر القديسين. يعني القداسة دي مش بوصلها بين يوم وليلة. قداسة مش مكنة بتك على زرار وتنتهي. القداسة دي زمن وعمر وجهاد وتعب. وإذا كنت يا صاحب السؤال عايز تتعلم الصبر، هقول لك نتعلمه بإيه. نتعلمه بإن إحنا والحقيقة الإجابة دي علمها لنا دكتور في الجامعة في أول ما ابتدينا دراستنا. قال لنا عايزين تنجحوا لازم تقدموا ثلاث سوائل، تقدموا عرق وتقدموا دموع وتقدموا الدم. يعني إيه؟ يعني الإنسان العرق اللي هو التعب، والدموع اللي هو الصلاة، والدم اللي هو الإنسان الاحتمال اللي بيصبر حتى لو وصل وياه إنه يصير شهيدا. فمن خلال كده إذ واحد بيعرق بيتعب، واحد بيصلي العمل الروحي وإيد ربنا اللي في الأمور، وأيضا جهاد الدم حتى لو وصل بالإنسان إنه يصير شهيدا. بكده بنقدر نتعلم الصبر. مساء الخير قداسة البابا. السؤال بيقول: i ragazzi a catechismo dicono a 18 anni farò tutto quello che voglio. Come si può spiegare loro in modo razionale che questa frase non è parte dello stile di vita del buon cristiano? الأولاد في الخدمة بيقولوا إن لما هيبقى عندي 18 سنة هعمل كل اللي أنا عايزه. إزاي ممكن نشرح بطريقة عملية إن المبدأ ده مش مناسب مع حياة الإنسان المسيحي؟ هو سن الرشد عندكم في 18 سنة؟ وفي حد 18 هنا؟ عديته سن الرشد؟ الحياة بتعلمنا إن مش كل حاجة نعملها في أي وقت. الحياة بتعلمنا كده. هي كل حاجة نعملها في أي وقت؟ لا خالص. يعني ينفع وانت كده كبير ما ندخلكش المدرسة ولا ندخلك الجامعة ولا تدرس ولا حاجة، ولما يبقى عندك 18 سنة نبتدي نعلمك؟ ما ينفعش طبعا. هل ينفع وهو ولد صغير يقول له تعالى سوق عربية ومشي في وسط الشوارع؟ ما ينفعش طبعا. وقيس على كده أمثلة كتيرة. كل سن له جماله. حتى الحياة بتعلمنا كده، في شتاء وفي ربيع وفي فصل الصيف وفي الخريف، وحياة الإنسان كده. فالمفترض إن احنا كل سن نعمل الحاجة الحلوة بتاعته. هل ينفع أجيب واحد عمره تعدى 50 وقول له يلا تعالى أشتغل لاعب كرة؟ لاعب كرة إزاي بقى؟ ما يقدرش. ولو كان صغير بدربه وبعلمه. بعلمه مثلا في مهارة الكرة أو في مهارة الموسيقى أو المهارات دي كلها. لكن بصفة عامة كل سن له وظائفه، كل سن له جماله، كل سن له العمل بتاعه. وانت اللي بتوصل 12 سنة 18 سنة هتعمل كل حاجة. يعني ايه؟ تقدرش تعمل كل حاجة طبعا. وحتى المجتمع بينظر لك صحيح انك عمرك 18 سنة لكن ما تقدرش تعمل كل حاجة. بس عايز اقول لك حاجة، يلي وصلت 18 انت محتاج خبرة الكبار. يعني افرض النار بتحرق، هو لازم اعمل حاجة واتحرق بيها عشان اقول ان النار بتحرق؟ مش ممكن، لان الكبار قالوا لنا ان النار بتحرق فببقى واخد بالي منها. عشان كده اللي وصلت 18 سنة اوعى تبعد عن خبرة الكبار ومعرفتهم بالدنيا، لانك لو بعدت انت غالبا هتقع، وغالبا هتصاب، وغالبا هتخسر.
وغالبا هتندم. خد بالك، اتعلم ما اللي ربنا بيعمل لنا بابا وماما، وليه بيعمل لنا اب اعتراف، بيعمل لنا ابونا في الكنيسه، بيعمل لنا سيدنا، بيعمل لنا استاذ في الجامعه واستاذ في المدرسه. ليه دول كلهم؟ دول كلهم اكبر مني عشان يعلموني وعشان يحفظوا مسيره الانسان تبقى مسيره صح. ان انت فكرت ان في سن ال 18 تعمل اي حاجه، اعرف انك هتقع، واعرف انك هتنحدر، واعرف انك في الاخر خالص هتندم وتقول يا ريتني ما عملت كذا. انتبه وخد خبره الكبار. مساء الخير يا قداسة البابا. L'ultima domanda chiede: se il versetto dice che la carità non avrà mai fine, perché allora il Signore dice che l'amore di molti verrà raffreddato? السؤال الأخير بيتكلم على الآية اللي بتقول المحبة لا تسقط أبدا، وفي نفس الوقت ربنا بيقول ستفطر محبة الكسريين. إزاي؟ ستفطر محبة الكسريين. المحبة لا تسقط أبدا، زي ما قلت لكم إن المعاملات تبقى بيننا وبين بعض على أساس الله، والله محبة، والله لا يسقط، فالمحبة لا تسقط أبدا، ودايما المحبة هي اللي تغلب في الآخر خالص. واحد من القديسين كانوا بيعذبوه، كويس، هم بيعذبوه بالكرباج كده، جه طرف الكرباج في عين الشخص اللي بيعذبه، في عينه اتجرحت. فيقول القديس، يقول له ايه؟ يقول له بعد ما اموت تاخد من تراب القبر بتاعي وتحط على عينيك وعينيك تصير صحيح. فعمل كده وصارت عينه صحيحة، واللي كان بعيد عن ربنا أو إنسان وثني صار إنسانا مؤمنا. هو لما بيقول لنا الكتاب ستفطر، يعني تبرد محبة الكثيرين. العالم يا شباب بيبرد محبتنا لربنا، بيبرد محبتنا. تفتكر مثلا لو واحد من الشباب قعد ليل ونهار يسمع أغاني، الأغاني مش وحشة، بس اللي هيحصل ايه؟ ان ودنه دي هتبرد فيها محبة ربنا، يخش الكنيسة يسمع شوية ألحان ما عرفش يسمعه. طب لما تروح السماء هتعمل ايه؟ خدوا بالكم أرجوكم، ما تخليش محبة قلبك تبرد. خليك دايما إنسان حامي مرتبط بكنيستك وبإنجيلك ومرتبط بسير القديسين ومرتبط بالحياة الروحية وانت بتمارس عملك، يعني مهما يكون عملك شكله ايه، لكن خليك دايما شبعان بالروح. ويقول لنا الكتاب النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. اشبع بربنا، عمر ما المحبة في حياتك هتبرد. واعرف ان علاقاتك كلها لما تبقى مبنية على المحبة لا تسقط ابدا، اعرف ان انت المنتصر في النهاية. اشكركم كثيرا على الاسئلة الجميلة ده. شكرا قداستك على النوت، ان قداستك جاوبت على اسئلتنا، وشكرا على صبر قداستك. دلوقتي احنا هنقول مع بعض مرة الشعار كده عشان نفهم، وبعد كده هنكمل بقية البرنامج. Cristo mi ha liberato
دلوقتي كان نفسنا قداستك نشرك مع قداستك بعض الخدمات اللي ولادك بيقدموها، فتحت اشراف نيافة الأنبا أنطونيو الشباب بتوع الإبرشية قاموا بترجمة بعض من الكتب اللي دلوقتي هنوريها لقداستك. دي مجلة أنتجوها شباب الإبرشية اسمها إكليسية. وقاموا بترجمة كتب روحية منهم كتاب قداستك اللي هو هذا هو إيماني، هذا إيماني، ومنهم كتب روحية تاني. وقاموا كمان بترجمة الكتب بتاعة التربية الكنسية، فهم بعد إذن قداستك كانوا عايزين ياخدوا بركة قداستك وياخدوا صورة مع قداستك. ودلوقتي اخيرا لقداسة البابا، يا بابا ولادك كان نفسهم يقدموا لك حاجه بسيطه جدا عشان قداستك تفتكرنا بيها لما ترجع المقر بتاع قداستك في مصر. انتوا عارفين هدية ايه؟ عايزين تعرفوا؟ ممكن المرة الجاية؟ طب تحبوا تشوفوها دلوقتي؟ لازم؟
شكرا جزيلا جزيلا. أكسيوس أكسيوس أبونا رعينا بابطة ودروس ربي ديم كهنوتك لينا يا خليفة ماري مرقوس فرحتنا وباركتنا بإشارة بإستغروس عشت يا بابا أكسيوس أكسيوس أبونا رعينا بابطة ودروس ربي ديم كهنوتك لينا يا خليفة ماري مرقوس فرحتنا وباركتنا بإشارة بإستغروس عشت يا بابا الشعب يسوس. استنى خليك بس قاعد. اولا انا بشكركم كتير ومتشكر للقعدة الجميلة دهيت، واحنا بنعمة ربنا بكرة هنسافر فصلواتكم تصحبنا. بشكر نيفت انبا أنتونيو على محبتك وعلى الأيام الجميلة اللي قضيناها والساعات الحلوة والزيارات الجميلة اللي زرناها. بشكر الأباء الأحباء الموجودين وهنا، نيفت أنبا دانيال سافر النهاردة، وأنبا لو أو أنبا يوليوس، أنبا يوليوس هيقعد يومين وياكم مش كده؟ وياهم ولا في حتة تانية هتزوغ؟ قول الحقيقة اعترف. طيب وأنبا لو على طول برضو. طيب الله يسلمك. وبشكر الأباء الكهنة ومحبتهم وابتسامتهم وخدمتهم ووجودهم ويا بعض، وطبعا تعبكم التعب الكبير في الخدمة ربنا يعوضكم بالخير. بشكر الشمامسة وأصواتهم الجميلة وقداس النهاردة الجميل والحضور الجميل الصبح في كنيسة يوسف الرامي. بشكر دولاجي اللي قدمت الجلسة النهاردة والاجتماع. بشكر كل الشباب اللي شارك في الأسئلة، وبشكر حضوركم، ودايما نشوفكم ناجحين وفرحانين ومرتبطين بالكنيسة، وسواء نشوفكم هنا في ميلانو، والحقيقة ميلانو يعني بلد جميلة خالص. وزمان كنت متأثر جدا بالقديس أمبروسيوس، كنت أقرأ عظاته وأقرأ كتاباته، وكنت بحلم في مرة أن أنا أجي ميلانو. وآخر مرة جيت ميلانو في حبرية نيافة أنبا كيرلوس، قال لي تعالى أوديك حتة حلوة، فراح موديني المكتبة. عندكم مكتبة هنا اسمها أمبروزيانا مش كده برضو؟ ورحنا وقضينا وقت حلو. ومن الزيارة دهيت كانت سنة 17 قبل أن يحتوا بوقت قليل، فكرنا أن احنا نعمل مكتبة كبيرة وحلوة في مصر في المقر البابوي في الدير، وفعلا عملنا مكتبة حلوة. كل ما أدخل المكتبة هناك أفتكر زيارتي لميلانو وزيارتي للمكتبة. بشكركم كلكم، ودايما نشوفكم بخير، وسواء هنا في ميلانو أو في مصر أو في مناسبتنا اللي بتتكرر باستمرار. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.